بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الصف الثاني عشر. نشكر مدرسة تبارك الخاصة بقيادة الأستاذ يونس الرحبي رئيس مجلس الإدارة على أن أتاح لنا هذه الفرصة أن نلتقي معا في تكملة دروسنا في مادة هذا وطني عبر منصة التواصل الاجتماعي مع أبنائنا وبناتنا طالبات الصف الثاني عشر. أهلا وسهلا بكم، نتقابل معا من خلال درس من دروس الوحدة السادسة، ألا وهو الاعتماد على الذات، المشروع الصغير فرص لتوليد الثروات. أبنائي وبناتي طلاب صف الثاني عشر، بداية عندما نتحدث عن هذا الموضوع فنحن نبدأ من نهايات القرن الماضي وبالتحديد في مراحل الثمانينيات في القرن الماضي. ظهرت مجموعة من التغيرات على الاقتصاد العالمي. هذه التغيرات التي ظهرت في زمن حرية التجارة والتقدم التكنولوجي الهائل، وبدأ عصر يسمى عصر الاقتصاد الموجه، والمؤسسات الحكومية الضخمة تتراجع أمام هذه الظاهرة وتبدأ تظهر ما يسمى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمكنت من التسلل إلى داخل الأسواق وفرض أهميتها الاقتصادية والاجتماعية. هذه المشروعات التي يقودها أبناءنا وبناتنا من شباب البلاد هم المستقبل، هم الأمل، فلهم كل الشكر والتحية. تعالوا نشوف حضرات الأفاضل من البداية، هل هناك دليل على أن المشروعات المتوسطة والصغيرة لها أهمية؟ نعم لها أهمية. يأتي سؤال دلل على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. من الممكن أن يأتي السؤال بصيغة أخرى أبنائي وبنات الطلاب والطالبات، وهو علل، تعد المشروعات المتوسطة والصغيرة عصب الاقتصاد العالمي. تعالوا نجاوب السؤال، لماذا تعد عصب الاقتصاد العالمي؟ أولا لأنها تمثل 98% من الاقتصاد الوطني، وأيضا 50% من الإنتاج القومي. بالإضافة إلى ذلك فهي توفر ما بين 40-80% من مجموع فرص عمل للشباب. لذلك مع هذه الأرقام، مع هذه النسب التي توضح أهمية المشروعات الصغيرة في الاقتصاد العالمي، يجب أن نوجه الاهتمام إلى هذه المشاريع. أول الدول التي فكرت في هذا ووجهت الاهتمام كانت اليابان الأصفقية لليابان. منذ عام 1982 بدأت اليابان توجه اهتمام كبير نحو تحديث ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم ما يستطيعوا من عمل ومن جهد تقدمه الدولة لهؤلاء الشباب. عندما نجحت اليابان في هذا المجال تدخلت أو وصلت هذه المنظومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إليها المنظومة الشبابية واهتمت ووجهت الولايات المتحدة اهتمام بالشباب، ثم بدأت تتجه هذه المنظومة إلى أوروبا والدول الصناعية الكبرى. إذن بدأت كل الدول توجه الاهتمام نحو منظومة الشباب أو الاهتمام به اللي هو الشباب، حتى يستطيعوا توفير ما يقوم به الشباب من إمكانيات في هذا المجال. وتتمثل الحاضنة عاملا جوهريا في تنمية ورعاية تلك المشروعات، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقوا على منظومة الحاضنات التي أسستها اليابان اسم آخر يسمى معهد إعداد الشركات.
ولكن تعالوا حضرات الأفاضل نتعرف أولا على ما الهدف من إنشاء منظومة الحاضنات، لأن عندنا سؤال هنا اللي هو السؤال اللي بيأتي: ما أسباب ظهور منظومة الحاضنات، وما نتائج إنشاء منظومة الحاضنات، وما الهدف منها أيضا؟ أبنائي وبناتي، من المهم أن نجيب عليها. أولا تعالوا نجيب على السؤال الأول، وهو لماذا تم إنشاء منظومة الحاضنات؟ الإجابة: وجدت الدول الراعية للشباب أن هناك حوالي 50% من الشباب تتعرض مشروعاتهم للانهيار بعد مرور عامين، وهذه أزمة تواجه الشباب، ومن الممكن أن ترتفع هذه النسبة أيضا بعد مرور 5 سنوات لتصل بنسبة انهيار للمشاريع ما يقارب من 85%. فلهذه الأسباب تم إنشاء منظومة الحاضنات. السؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على إنشاء منظومة الحاضنات؟ إحنا أنشأنا منظومة الحاضنات أبنائي وبنات الطلبة والطالبات من أجل الانهيارات التي كانت تواجه المشاريع، فبعد أن تم إنشاء منظومة الحاضنات ترتب على ذلك ارتفعت نسبة نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى أكثر من 90% من النجاحات، وهذا ما تبغيه الدول من أبنائها الشباب. السؤال الثالث: ما الأهداف التي أدت إلى إنشاء الحاضنات؟ الهدف هو احتضان أصحاب الأفكار، أصحاب المبادرات، أصحاب المشروعات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة تسهم في تنمية اجتماعية واقتصادية وفنية. إذن الحاضنات من أهدافها أن تحتضن أبناء المشروعات، أبناء المشروعات الصغيرة، شبابنا، نوجههم، نرعاهم، نقدم لهم الدعم والرعاية من أجل أن يؤدوا عملهم بإتقان وجودة، مما يساعد على نجاح هذه المشروعات. لذلك أبنائي وبناتي، بعد أن استطرقنا في موضوع الحاضنات، جاءت الولايات المتحدة كما قلت لكم لتقوم بعملية تغيير اسم الحاضنات وتطلق عليها اسم معهد إعداد الشركات. معهد إعداد الشركات على سبيل المثال بدأت الكلمة الجديدة من الولايات المتحدة، لكن نجد في بريطانيا إن ما يقرب من 70% من جميع شركاتها يعمل فيها أقل من 100 شخص. نشوف بعد كده يا شباب أن سلطنة عمان في السنوات الأخيرة بدأت تحرص على تطوير استراتيجية التنمية الخاصة، ولذلك أعطت هذا المجال إلى وزارة التجارة والصناعة، وهي من أصحاب التوجه للاستفادة من أصحاب الشباب المبدعين المبتكرين، أصحاب المشروعات الصغيرة التي تخدم مسيرة التنمية. لذلك احتوت الاستراتيجية على قطاعات جديدة. من الممكن أن يقوم الشباب بالعمل السياحي، الملاحة، في التجارة البحرية، في تقنية المعلومات. وأيضا لم نكتفي بوزارة الصناعة والتجارة، بل حرصت وزارة السياحة على مشاركة هذه النوع من الشركات
في خدمة برامجها، واتجهت الدولة إلى دعم هذه الأنواع من الأعمال. لذلك حتى تستطيع الدولة أن توفر لأبنائها الخدمات، فقامت بإنشاء العديد من المشروعات الداعمة للشباب، منها صندوق تنمية مشروع الشباب. هذا الصندوق الذي تم في عام 1988، وأيضا هناك برنامج سند. برنامج سند حضرات الأفاضل اللي هو لم يكن مجرد تخليص معاملات، ولكن هناك خبراء في مجال الاقتصاد والتنمية البشرية يستطيعوا الجلوس مع الشباب وتوجيههم التوجيه السليم والصحيح للوصول إلى المشروعات الصحيحة، وتوجيه الشباب عن طريق إيجابيات وسلبيات المشاريع التي يتبناها الشباب. وأيضا هناك برنامج انطلاقة، وهذه من البرامج التي اهتمت بها الدولة في سلطنة عمان من أجل دعم وتوفير الشباب. من الممكن أن يوجه لنا أبنائنا وبناتنا من الشباب سؤال: ما هي المجالات التي يمكن أن نقيم فيها مشاريع؟ لكي نجاوب على هذا السؤال، هناك أكثر من قطاع من الممكن أن يتوجه له الشباب. ممكن الشباب يقيموا مشاريع في القطاع البحري، أو في القطاع الجوي، أو في القطاع البري، أو في قطاع البناء، أو في قطاع الديكور، أو في النفايات وإزالة التلوث. هذه هي البيئة، مشاريع البيئية، مشاريع البناء والتشييد، كل هذه ممكن أن يتوجه لها الشباب. لكن من الممكن أن يسأل طالب: كيف نقيم مشروع جوي؟ كيف نقيم مشروع جوي؟ نقيم مشروع جوي عن طريق نقل الرسائل والطرق، عن طريق خدمات تسليم ونقل البضائع. من الممكن أن يكون في البحر مثلا استئجار سفن سياحية، نقل بضائع، نقل ركاب، هذه مشاريع. يبقى هنا الدولة بتوجه أبنائها من الشباب لتسليم وتوجيههم للمشاريع. هذه فرصا عديدة، وهناك فرص عديدة في السياحة وفي الزراعة وفي الصحة وفي التعليم وفي الصناعة، من الممكن أن يتجه لها الشباب لعمل مشاريعهم الاقتصادية. شكرا أبنائي وبناتي، هذا ما تم عرضه من خلال درسنا اليوم، المشروعات الصغيرة. نرجو أن نكون قد أوضحنا لكم هذا الدرس بصورة جيدة، حتى نستطيع أن نأتي بعمل أسئلة للواجب. إن شاء الله سوف نعرض هذه الأسئلة من خلال المواقع الخاصة بمدرسة تبارك، ولكم منا جزيل الشكر والعرفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.